هذا هو حال مخازن الأدوية بمركز طرابلس الطبي الذي يدخله أكثر من 1200 حالة يوميا، وفي قسم الإسعاف 400 حالة يوميا. هذا هو حال قسم مخازن الأدوية في مركز طرابلس الطبي. ممكن يكون، لكن اللي يهم المواطن هذا ريد النشيط 9 جنيه في 1000 جنيه في تونس، وفي أمة يومها قالت تقبل على 30 جنيه. هذه المفروض تكون ما عندناش، احنا مواد مراحل. ليش؟ ما فيش مواد باش تشتغل. لا والله، لمن يا؟ بالله احنا